ينتظر المجتمع اللبناني اليوم تداعيات إيجابية على مجمل الوضع السياسي بعد نجاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تحقيق اختراق في الموقف السعودي تجاه لبنان غدا استقالة وزير الإعلام السابق جورج قرداحي. فهل يستجيب الداخل اللبناني لكل هذه الإيجابيات وتعود جلسات مجلس الوزراء للانعقاد بعد الاتفاق بين فرنسا والسعودية على بذل كل الجهود لإعادة فتح المجالات الاقتصادية والتجارية مع لبنان، أم أنها ستبقى معلقة نتيجة تصلب موقف الثنائي الشيعي حيال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار؟ كل هذه الأحداث ستكون محور هذه الحلقة من برنامج في الميزان مع الوزير السابق العميد مروان شربل. معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بهذه الحلقة. أهلا وسهلا فيكي وباللي بدهم يحضرونا. بداية نبدأ من المبادرة الفرنسية الجديدة. الاتفاق الفرنسي السعودي تضمن، أي البيان، عدة شروط، منها ضرورة اجتماع الحكومة، حصر السلاح بيد الدولة، ووقف التهريب عبر الحدود. هل باستطاعة الحكومة اليوم إنه توفي بكل هيدي الالتزامات؟ أكيد لا، أكيد في صعوبة، ونحن بنعرف إنه اجتماع الحكومة موضوع تاني لا يتعلق بالاجتماع اللي صار بين رئيس جمهورية فرنسا وبين ولي العهد. الشرط التاني اللي ممكن إنه يتنفذ هو منع التهريب وحماية الحدود السورية اللبنانية، بس أنا اللي بدي يقول لحد هلأ في خلاف أو في سوء تفاهم بين الحدود اللبنانية، مش مرسومة بعد، بين الحدود اللبنانية السورية إن كانت بحرية وإن كانت برية. وهذا يتطلب لضبط الحدود، نحكي بكل صراحة، هو الحكومة اللبنانية تعترف أول شيء بالحكومة السورية أو بالنظام السوري ويصير في تبادل اجتماعات. فهيدي كانت من أهم الشروط أنا بتقديري لحين لنقدر نوقف التهريب إن كان مخدرات أو كان أي ممنوعات أخرى. نعم، البعض بده يصير في حوار، بده يصير في حوار سوري لبناني. لحد هلأ بعد ما صار جدي 100%. البعض فسر إنه هذا البيان السعودي هو موجه ضد حزب الله، ووصفه بتصفية الحسابات بين الطرفين، يعني خاصة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة. شو تعليقك على هذا الشيء؟ هلا ما في شك انه وزير الخارجيه السعودي قال انه موضوع وزير الاعلام مشي شغله بسيطه، يعني مثل شراره ولعت، بس المقصود مش هو، المقصود انه حزب الله، مش من هلا، يعني من زمان، من زمان. بقى اكيد المشكله اليوم بين حزب الله وبين وجود حزب الله وبين فعاليه حزب الله وبين المملكة العربية السعودية، انه بيتهموا حزب الله انه هو حاطط ايده على الدولة اللبنانية وهو اللي بيقرر وبيعمل اللي بده اياه. مشان هيك اليوم شفنا انه البنود اللي انذكرت بالاتفاق اللي حصل بين رئيس جمهورية فرنسا وبين ولي العهد، بنود صعبة 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 جدا. نعم، صعبة جدا، واذا بدنا بالقوة رح تؤدي الى حرب يمكن، نعم، أو إلى فتنة على لأنه القليل. هل ستتمكن الدولة اللبنانية اليوم من نزع سلاح الحزب؟ هيدا شيء يعني من سابع المستحيلات. يا ستنا حزب الله هو مش قادر، هو مش قادر يشيل. إذا قرر اليوم حزب الله إنه ما بقى بدي سلاح، مش من عنده، هذا القرار خارجي، يعني سلاح حزب الله صار خارج الأراضي اللبنانية اليوم، إن كان بسوريا وإن كان بي 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 بالعراق أو بغير محل. فإذا صار حزب الله الجناح العسكري، صار مرتبط إقليميا ومرتبط دوليا كمان، ما بقى محليا. تم الاتفاق بالاجتماع بالسراي أمس على استحداث مراكز سكانرز لمراقبة الحدود والمعابر. هل ستتمكن الدولة اللبنانية من تنفيذ هذا القرار؟
اكيد بتتمكن. وكان في على مرفق طرابلس، على مرفق بيروت كان في سكانر، بس لسوء الحظ عدم الرقابه والاهمال والجشع والسرقات اللي كانت تحصل خربت هالسكان، لانه شافوا انه خفت انتاجيه الشباب اللي كانت تسرق وعطلوه وبقي معطل. وبعدين ما شفنا انه حدا نتحمس من الموظفين الكبار والصغار على المرفأ انه يعيدوا اصلاحه، وان عادوا اصلاحه رح يرجع يتعطل، لانه الوقت اللي بتعطيله بترجع تمشي امور الشباب اللي عم بتمد ايدها على اموال الدوله، واذا رجع مشي بتتعطل موظفهم بقى او مصالحهم. هيدي هي المشكله. هلا فيها الدوله تشتري مش مشكله، بس هل فيها انه تقدر تراقب مزبوط 100% عمل هذا السكان؟ هذه المشكله الكبيره اليوم. هيدي المشكله. في حال لم تنفذ كل الشروط، هل فعلا ستلتزم المملكة العربية السعودية دعم لبنان ماليا ومساعدة لبنان في المستقبل؟ سيدتي أنا بتقديري لن تساعد الدولة اللبنانية طالما حزب الله بنظر المملكة هو موجود على الساحة وبهالفعالية اللي هن عم بيظنوها بأغلب الأوقات. وبقى أنا بتقديري المساعدات رح تصير مساعدات إنسانية أكثر ما هي تساعد الدولة، وبيبحثوا بالأماكن إنسانية للشعب اللبناني. للشعب اللبناني، وخاصة أنه الأكثر فقرا اليوم هن بمدينة طرابلس وبمنطقة عكار، ونحن بنعرف أنه هودي يتبعون للطائفة السنية الكريمة. نعم. رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هل وافق على كل هذه الشروط السعودية فيما يتعلق لبنان من أجل كسب مكاسب أخرى على صعيد الانتخابات الفرنسية؟ ما في شك أنه الانتخابات الفرنسية الآتية قريبا لعبت دور كتير بالبيان اللي انعمل بين رئيس الجمهورية بينه وبين ولي العهد. بالنهاية رئيس جمهورية فرنسا ولا أي دولة بالعالم يعني أنه هي بتعتبر حالها أنه هي جمعية خيرية أو كاريتاس، لا أكيد عم بتجرب تساعد الدولة اللبنانية، عم بتجرب تساعد الشعب اللبناني، بس بالوقت ذاته هي عم تقطف ثمار هذه المساعدة، خاصة أنه في عندهم انتخابات آتية. نعم. هل سنشهد زيارة للرئيس نجيب ميقاتي قريبة إلى المملكة العربية السعودية؟ بعتقد أنه عم ينسعى بهذا الموضوع. هلا ناطرين بالاول ليجي السفير، واذا اجى السفير السعودي على لبنان، واول خطوه لازم يعملها انه يزور رئيس الحكومه ويهنيه بالحكومه، لانه بعد ما في زياره ساعتها نستنتج انه ممكن رئيس الحكومه يطلب زياره ويمكن تتحقق، بس لحد هلا ما في شيء. هل حيرجع السفير السعودي على لبنان بالمدى المنظور؟ بتصور انه رح يرجع السفير السعودي ويرجع السفير اللبناني على السعوديه. نعم. لانه هيدا انحكى مش نا. أأمل هيدا انحكى وصار في توافق عليه. الو. نعم عم تسمعني؟ ايه سامعك. هيدا انحكى بالاجتماع اللي حصل بين رئيس جمهورية فرنسا وبين الولي العهد السعودي، اكيد انه رح يصير، ولا ما له معنى يعني انه اذا بقي الانقطاع الدبلوماسي بين الدولتين ما له معنى. يعني كل هالاجتماع اللي حصل انا رح اقول لك انه مقابل تقديم استقاله وزير الاعلام مقابله سيحضر وزير اللي يحضر السفير السعودي الى لبنان، ويعود السفير اللبناني الى السعوديه. طيب في حال لم تجتمع الحكومه، الثنائي الشيعي يصر على موقفه من تنحيه القاضي طارق البيطار، في حال لم تجتمع الحكومه ماذا سيحصل بالمبادره الفرنسيه السعوديه؟ اكيد مش بس ماذا سيحصل بالحكومه اللبنانيه، هل سيستمر العمل بالحكومة اللبنانية؟ هل سيقبل رئيس الحكومة اليوم بالوضع اللي حاصل؟ أنا بتقديري لا، بعد معنى هالمهنة هالشهر هذا. نعم.
حضرتك كنت من أبرز المغردين بموضوع الكابيتال كنترول امبارح. اللجان النيابية لم تقر هذا القانون، وانت غردت على تويتر وعلقت انه خايفين على أصواتنا بالصناديق بس مش خايفين على أموالنا بالمصارف. بدنا تحكي لنا الحقيقة بخصوص هذا القانون وهذا الموضوع. الحقيقة يا ستنا، لما أنا شفته من بعد الاجتماع اللي حصل، طلعوا كل النواب طلعوا بكلمة واحدة إنه نحن ما بنقبل حدا يمد إيده على أموال المودعين. يا حبيبي أنا بشكر غيرتك على أموال المودعين، بس وين كانت غيرتك من سنتين وقت اللي كانوا بعده الأموال موجودة وكان يعني فينا تأخر كثير نخسرها؟ هيدا القانون تأخر بقى كثير. راح يتأخر أكثر، راح يتأخر أكثر، وما بعرف إذا السنة بيطلع من السنة الجاي راح يبقى. ما بقى خلص بالنهاية، نحن بنعرف إنه بكل ما قربت الانتخابات كل ما صارت الغيرة على أصواتنا. مشان هيك أنا غردت وقلت إنه أنتوا خايفين على أصواتنا بصناديق الاقتراع، ولا خايفين على أموالنا بصناديق المصارف؟ نعم. هل سيفقد المودعين اليوم أموالهم، الجزء المتبقي من أموالهم؟ راحت 3/4 أموالهم ستنا، راحت ما بقيت نعم. إلا أموال الزعماء والمسؤولين ورؤساء 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 أو أصحاب الفروع هاودي اللي بعتوهم لبرا. يعني تتصوري نعم. أنت صاحب بنك ورئيس نعم. مجلس إدارة بنك ومدير بنك ورئيس وصاحب أسهم بهالبنك، ولا واحد منهم فاتح حسابه بهذا البنك؟ نعم. طب انه يعني يعني ما عم سرقة بفهم. موصوفة لأموال المودعين، سرقة طبعا موصوفة سرقة لأموال موصوفة المودعين. أكيد. نعم. يعني تصور اللي معه 100,000 دولار تشيك، نعم. راح بدلوا له اياها صرت ب16,000 دولار نقدي، قديش بيكون سرقوه؟ بيكون نعم. سرقوه بقديش؟ شيل ال 100,000 من 16,000 قديش بيبقى؟ يعني على الدفتر بدل ما يكون لك 100,000 اعطيوك اياهم ب16,000 دولار. نعم. وهني يعني عم معهم ننتظر. نعم. وهني عندهم امكانيات بالدولار، بس شالوا لك قيمه مصرياتك عن الدفتر تبعهم. قديش نعم. بيكونوا سرقوكي ب 80 و85%. عم بقى ما ننتظر نحكي انه بقى الشعب انه يحاسب. ايه بقى ما طبعا ما فيش شعب، لانه الشعب معتر، الشعب نعم. جوعوه، مقابل انه ما عم بيقدر يسحب مصرياته صار الواحد بيعتبرها بطوله اذا وصل على البنك واخذ مليون 100 ليره دولار. زياده من مصرياته عن اللي اخذهم نعم. الشهر الماضي. بيجي وعم نعم. مبسوط وبيخبر عائلته وبيخبر اولاده انه ليكو انا اليوم شو طلع لي. نعم. هل بتشوف انه الشعب تعلم وراح يحاسب بصناديق الاقتراع بالانتخابات صعبه المقبله؟ ستنا صعبه. صعبه. نعم. صعب. هلا اكثر شيء بيتعلم انه ما راح ينتخب. يا حبيبي ليش ما بدك نعم. تنتخب؟ روح انتخب وعبر عن رايك. بيقول لك ما بدي نعم. انتخب. طيب ما بدك تنتخب، الاحزاب رح تبقى مسيطره وهن اللي جوعوك اليوم بكره رح يجوعوك تاني مره. نعم صحيح. معالي الوزير، نحن بنشكرك على هاللقاء المميز، على امل انه المودعين يحصلوا على اموالهم، وعلى امل انه لبنان يخرج من كل ازماته السياسيه والاقتصاديه. ما بدي منك ما تقولي يحصلوا على ودائعهم، يحصلوا على ما تبقى من ودائعهم. نعم على ما تبقى من ودائعهم. نعم على ما نعم تبقى لأنه للأسف. ما بقي شيء للأسف. للأسف ما بقي شيء. يا عيب الشوم عليهم. نعم. يا عيب الشوم إذا بيستحوا وبعدهم لهلا مختلفين. طيب يا خي اعملوا قانون استرجاع الأموال اللي راحت بطريقة غير قانونية. طيب نعم. شوفوا. طيب هادي ليش ما وهوني انا عتبي كمان على الدول الاجنبيه وعلى فرنسا بالتحديد، وهي بتعرف الاموال اللي راحت لبرا ومين نقلوها وكيف صارت وكيف انحطت. نعم. طيب ليش ما فرنسا طالما بتهدد بالعقوبات وشو هالتهديد؟ انه طيب اذا انا سارق وانا الي علاقه بالحكومه والي علاقه لي تاثير بتاليف الحكومه بيهددوني، اذا ما بتالف الحكومه بدنا نعاقبك. طيب يا خي انا الفت الحكومه بطلت تكون سارق؟ انت الدول الاوروبيه عم بيتعاملوا مع اشخاص تهمينهم سارقين وعلى اشخاص تهمينهم
فاسدين وبعدهم لهلا بيتعاونوا هن وياهم وعم بيقوموا بالمبادرات وعم بيقوموا بالمبادرات على امل تنجح المبادرات. نعم ما بيتعاملوا الا مع هودي اللي هن فاسدين واللي هن مهددينهم بالعقوبات. صحيح. طيب شو بدكم؟ صحيح. بقى انا برايي هيدي لو وصلونا للجوع هيدي مؤامره. نعم. خارجيه نفذوها المسؤولين بالداخل. نعم لحتى يوصلوكي بكره لحتى يوصلوكي سندي تنطعميكي شوفي شو عملنا بالسودان اعملوا. نعم معالي الوزير شكرا على هاللقاء المميز. مشاهدينا الى اللقاء بالحلقه المقبله.